فكره اداره المجلس متمثله في الدكتور علاء عبد العال والامين العام الاستاذ محمود فوزي ان بجد الاجراءات اللي احنا شايفينها يعني من البدايه جهاز التعقيم قياس الحراره ايديك في كل مكان اداره التعقيم الكمامات اللي بتوزع مجانا على كل العاملين والساده النواب تباعد المقاعد اللي احنا قاعدين فيها تباعد داخل الجلسه العامه يؤكد لك ان المجلس يعني كل الاجراءات الاحترازيه اللي هي بتطالب بيها منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه يعني عن كسب يعني بيتعاملوا بيها بجديه كبيره جدا. الناحيه المهمه جدا ان احنا يعني بنحيي الساده النواب كلهم ونحيي العاملين في مجلس النواب على يعني الجهود اللي بذلت خلال الفتره اللي فاتت من دعم كثير من المواطنين في الازمه الصارخه وخصوصا العماله غير المنتظمه، الا ان احنا الفتره دي فتره هامه جدا لان قانون الطوارئ والتعديلات اللي هتتم عليه لابد من نقاشاتها خلال الفتره دي عشان نبدا النهارده نمكن وزاره الصحه ونمكن السيد رئيس الجمهوريه في مواجهه فيروس كورونا بكل السبل الممكنه. الناحيه المهمه جدا ان الموازنه العامه للدوله هتناقش قريبا اللي هي حصل لها تغيرات بسبب يعني العرض اللي هو اصاب العالم ككل، لان هيحصل تغيرات في الموازنه ان شاء الله تعالى موازنتنا المصريه مش هتتعرض لهزه كبيره، ولكن في توقع ان معدل النمو اللي كان متوقع عليه 6.3 ممكن يكون 4.5 4.8 في الفتره المقبله، ودي على فكره اجراءات جيده جدا جدا بذلتها الدوله المصريه، وبالتالي وجودنا في مجلس النواب وجود ضروري للقوانين الهامه جدا زي ما قلت قانون الطوارئ، قانون الموازنة العامة، تداعيات فيروس كورونا وإيه الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية، والحاجة التانية المهمة جدا إحنا برضه عندنا كثير من القوانين اللي بتهم المواطنين المصريين، وبالتالي يجب الفترة اللي جاية إن يكون العمل مبني بنفس شروط السلامة عشان نعبر المحنة إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى ربنا يحفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها وشرطتها جميع العالم من هذا الفيروس اللعين ويرفع عنا الغم والبلاء. كل سنه وهم طيبين الاخوه المسيحيين والاخوه المسلمين بمناسبه عيد القيامه بمناسبه شهر رمضان الكريم.